ردود غريبة كل ما وجهه يتبرجل ويعمل فيها متأخر ومستعجل، وأقوله في سري هي دي حاجة تتأجل حبيبي، بقول ما تتعبنيش ده بيلمح لي، بس أنا عايز أتأكد يقولها بصوته ويريحني ويأكد تحيرة إيه وليه قاصد ومتعمد يسيبني في النار ما بتسيبنيش. ردوده غريب يا خوفي بجد ليكون شك في محل ويبقى حبيبني بس البعد أسهل، في ناس من القرب بيخافوا وبيمل وفي أسباب ما بنقولش، طب أعمل إيه لو الظروف بتمنعنا وأسمي ده إيه؟ أكيد إحساس ملوش معنى، ساعات الحب يعمي